الأستاذ أمين ناسور، أهلا بك معنا عبر ميديا. مرحبا، تحياتي لك وتحياتي لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا أستاذ أمين، في ظل تحسن الوضع الوبائي في المغرب تجددت الدعوات إلى فتح المسارح والقاعات السينمائية، وفي النقابة المغربية لمهنية الفنون الدرامية كان هناك بيان استغرب الإبقاء على هذه الفضاءات مغلقة. أولا، هل هناك ردود فعل على هذا البيان وهذه الدعوة، وهل هناك تفاعل من قبل الجهات الوصية؟ صراحة لحد الساعة لم نلمس أي يعني تفاعل يذكر، وهذا الأمر يثير استغراب صراحة، لأنه تفهمنا الوضع في بداية الجائحة، لأنه الفضاءات الثقافية والفنية هي فضاءات للتلاقي، فضاءات للتفاعل، فبالتالي كان من الصعب أن يعني تبقى على في وضعية اشتغال أثناء الجائحة، ولكن بعد يعني تحسن الوضعية الوبائية نطرح الآن علامة استفهام، لماذا استثناء الفضاءات دور العرض والسينما والمسارح من ظروف التخفيف؟ فتحنا جميع المرافق الآن العمومية، من حمامات، من قاعات رياضة، من أسواق، من مقاهي، من مطاعم، إلا الفضاءات الفنية والثقافية. هل لدى حكومتنا المغربية الموقرة تصور آخر للثقافة والفن؟ هل هو في آخر سلم اهتماماتها؟ نحن أيضا كمهنيين وكمثقفين وفنانين نطرح سؤال استنكاري للحكومة المغربية، لماذا يعني هذا الصمت المهيب وهذا الضبابية في يعني رؤية فتح الفضاءات الثقافية والفنية؟ وهذا لا يخدم صراحة الوجه الحضاري للمملكة المغربية، لا على المستوى الإقليمي، لا على المستوى القاري، ولا على المستوى العالمي. لما نجد دول بجوارنا وحياتها الثقافية والفنية يعني مستمرة وعادية، ونحن البلد الذي يضرب به المثل، ومسرحنا الذي يعرف الآن تفوقا مهما على المستوى العربي وأصبح له امتداد عالمي، نجده يحتضر ومهنيه محبطون ويعيشون يعني وضعية نفسية ومادية جد جد صعبة. نعم، خصوصا أن الإغلاق الآن يستمر لأكثر من سنة ونصف تقريبا. أستاذ أمين، طبعا أنتم اقترحتم تدابير عملية تسمح للفنانين باستعادة أنشطتهم مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية، ما هو تصوركم لإعادة الفتح في ظل هذه الظروف أستاذ أمين؟ هو تصور كباقي القطاعات وكباقي المؤسسات، نحن لسنا استثناء ولا يمكن أن نطالب أن نكون استثناء. نحن مواطنون مغاربة ننتمي لمجتمع مغربي، وما يسري عليه يسري علينا أيضا. نحن فقط نطالب بالمساواة في الفتح. نحن أيضا اقترحنا يعني الفتح بنسبة معينة، مثلا قاعة مسرح بها 500 أو 600 مقعد يمكن أن تفتح فقط ب 100 مقعد مثلا، يعني أقل من ثلث الطاقة الاستيعابية، مع احترام التدابير والتباعد ووضع المعقمات إلى غير ذلك. وإذا ما يعني ما سجلنا أيضا أن مثلا نشاط سينمائي أو مسرحي معين لن تتجاوز مدته ساعة ونصف أو ساعتين على أكثر تقدير، إذن النشاط الفني هو محدود في زمنه، ليس مثلا مثل نشاط اقتصادي أو نشاط يعني ترفيهي معين. فبالتالي صراحة نحس بنوع من الغبن في هذا الأمر، لأنه لم نتقبله، لم نستسغ ولم نتقبل أن يتم يعني إقصاء الفضاءات الثقافية والفنية إلى هذا الحد، وبالإضافة إلى حق المتلقي أو الجمهور في ارتياد هذه الفضاءات الثقافية والاستمتاع بما يقدم فيها. هناك ظروف اجتماعية صعبة يعيشها العاملون في القطاع في ظل فقدان الشغل وتوقف الأنشطة الثقافية، كيف تصف لنا وضعيتهم أستاذ أمين؟ وضعية كارثية، وأقولها بصراحة، فقط عزة النفس من تمنعهم من الخروج بصرخات قوية وبأشكال احتجاجية غير مسبوقة، لأنه لا يمكن لمهني محترف يعيش بالفن
أن يصبر على رزقه لأكثر من سنة. هنا كنتسألوا باش عاشوا هاد الناس دابا أكثر من سنة ونص، حتى واحد ما سول، حتى واحد ما قال الوضعيات ديال هاد المشتغلين ووضعيتهم المادية وكيف تدبروا حوالهم إبان الجائحة. أنا أتكلم على الدعم الاستثنائي وأقول لك بكل صراحة هو أكبر خدعة أن هناك دعم استثنائي قدم للفنانين، وهو فقط الدعم الذي يخصص دائما للمشاريع الفنية والثقافية وليس للفنانين مباشرة، باعتبار أن الفنان هو وسيط فقط يلعب أحد الأدوار الدستورية للقطاع الثقافي والفني، ولا يقدم له الدعم مباشرة بل يقدم للمشروع الذي يقدمه الفنان من أجل يعني المواطن المغربي. فبالتالي كانت واحد البروباغندا كبيرة على هذه مسألة الدعم الاستثنائي، ورغم أنهم مبالغ هزيلة وهزيلة جدا، والاستفادة الحقيقية للفنان من هذا الدعم هي هزيلة جدا. فبالتالي هنا نطرح السؤال، ألم يحن الوقت لوضع استراتيجية فنية وتصور واضح للثقافة والفنون في المغرب؟ المسألة ليست مسألة حكر على قطاع الثقافة فقط، فهي مسألة عرضانية لا ترانسفيرساليتي كولتورال، يعني عرضانية الفعل الثقافي والفني في المغرب. خص جميع القطاعات تفهم بأن الثقافة والفن هي المفتاح الحقيقي للتنمية البشرية. الآن المشاكل اللي كنعيشوها في المجتمع مع الشباب مع الأطفال، الضغوطات اللي كنعيشوها سببها هو غياب ثقافة القرب، غياب فنون الحضارية ليزار أوربان مثلا اللي الناس تقدموا فيها والآن يعني يؤطرون بها الشباب ويؤطرون بها الأطفال في الأحياء. كان ممكن أننا نتفاداو مجموعة من الظواهر، وقف على ذلك كاع الظواهر الآن اللي كنشوفوها في المجتمع. واش باقي ما بغيناش نعيقوا بأنه غياب الفن والثقافة اليومي ديال المواطن المغربي هي السبب الحقيقي في الظواهر؟ طبعا الفن ينبغي أن يكون أيضا أولوية وليس أمرا تكميليا. أستاذ أمين، طبعا أنتم أصدرتم بيانا، هناك أيضا نقابات وقطاعات فنية أخرى من بينها مثلا الغرفة المغربية لقاعات السينما التي راسلت أيضا الوزارة الوصية. ما هي الخطوات الأخرى أستاذ أمين في انتظار قرار يسمح بإعادة فتح المسارح والقاعات السينمائية؟ ما المتاح للدفاع عن الحق في ممارسة هذه المهنة وهذه المهمة الاجتماعية والثقافية والتربوية أيضا كما قلت؟ هو صراحة نحن ننتظر الآن رد فعل الحكومة، لأننا لا نريد أن نتسرع في أشكال احتجاجية أخرى، لأنه الآن أعطينا مهلة للحكومة لتدارس الأمر وتدبره. سمعنا بعد يعني وهي فقط فرضيات وإشاعات أن هناك يعني خطوات تخفيفية في المستقبل القريب. نحن ننتظر كباقي المواطنين ننتظر هذه الإجراءات، ولكن صراحة إن لم يكن يعني هناك تخفيف فنحن مستعدون لأشكال احتجاجية غير مسبوقة لإسماع صوتنا، وسنلتجئ إلى التحكيم الملكي، لأنه في آخر المطاف من حسن حظنا أن لدينا ملك يهتم بالثقافة وبالفنون وانطلاقة لمشاريع فنية كبرى، فسنلجأ له بطبيعة الحال، هو الضامن الحقيقي للفعل الثقافي والفني في المغرب. طيب أستاذ أمين، خلال هذه الفترة رغم أنه لم تكن هناك عروض أو أنشطة وأيضا ليست هناك مسارح مفتوحة، لكن في المقابل هل كان هناك اشتغال على أعمال مسرحية، تحضيرات لأعمال جديدة رغم الظروف الصعبة؟ طبيعة الحال الفنان المسرحي لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي، نحن نعيش بالفن ونتنفس فنا. الآن هناك مجموعة من المبدعين حضروا ويحضرون لأعمالهم المستقبلية وبتفاؤل كبير وبأمل أيضا، لأنه كما قال المسرحي السوري نحن محكومون بالأمل، لا يمكن أن نفقد الأمل، لأن يبقى الفنان هو ضمير أمة وضمير شعب. فبالتالي إن فقد الأمل ويعني تراجع إلى الوراء فليس في صالح المجتمع المغربي. هناك اشتغال، هناك الآن مجموعة من الإبداعات فقط تنتظر فتح القاعات السينمائية والقاعات والمسارح أيضا.
نعم، على أمل أن تفتح المسارح والقاعات السينمائية قريبا وأن نرى الفنان المغربي يعود إليها وأيضا الجمهور كذلك. نشكرك شكرا جزيلا الفنان والمخرج والمسرحي الأستاذ أمين ناسور. تحية لكم وتحية لإذاعة ميديا، وشكرا لجميع المستمعين والمستمعات الذين حضروا معنا هذا اللقاء.